مساء الخير يا بنات. النهاردة هنتكلم عن عيوب البشرة اللي بتقابلنا واحنا بنحط مكياج وبتبقى صعبة جدا ان احنا نداريها ازاي. النهاردة هقولك على تريكات حلوة جدا تقدري تعمليها معايا في خطوات بسيطة لو بتقابلك مشاكل في البشرة او مشكلة بتقابلنا كلنا وهي البقع. في ناس كتير بيبقى عندها بقع او نمش او حسنات، في حاجات كتير ما بتبقاش عارفة تداريها ازاي. دي بنداريها عن طريق كريم الاساس التقيل. ايوه، بنحط كريم اساس تقيل على كل البقع اللي انت عندك في البشره، وبعد كده بتحطي عليها كريم الاساس الخفيف بتاعك، بعد كده بتحطي الباودر اللوز باودر اللي هي بتبقى سايله، وكمان اللي بتبقى الكومباكت اللي هي بتبقى مضغوطه. هي خطوات كتيره شويه بس هي دي للاسف اللي بتداري البقع معانا. تاني مشكلة معانا بتقابلنا هي الحفر. في بنات كتير بيبقى عندها حفر، وهي دي مكان الحبوب اللي بتبقى موجودة قبل كده وبتبقى سايبة أثر معانا بالشهور وبالسنين. أنا طبعا بفضل بعد ما تكوني عملتي مثلا علاجات عند دكتور تجميل، تبقي عملتي اوريدي تقشير كيميائي، تبقي عملتي حاجات علشان تبتدي الحفر دي تساوي طبقة الجلد معانا، تقدري برضو تداريها بنفس النقط اللي احنا قلنا عليها الفاونديشن الثقيل وتحطي عليها الباودر الخاص بيها. كمان في المشكلة اللي بتقابلنا هي مشكلة القشر. بنات كتير بتبقى بشرتهم جافة جدا قبل المكياج وما بيهتموش ان هم يحطوا الكريم المرطب قبل ما بيبدأوا المكياج، فييجوا يعملوا الفاونديشن والباودر تلاقي في قشر بيطلع، وخصوصا في منطقة التي زون اللي احنا بنقول عليها منطقة الدهون او اللي فيها مشكلة شوية في البشرة، هي دي اللي بيبقى فيها حبوب اكتر وكمان قشر او بيكون فيها حفر او يعني دمامل او حبوب كبيرة. يعني دي برضو بنفضل ان احنا لو فيها قشر بنحط كريم مرطب جدا على نوع بشرتك لو كانت جافة، بس ما تكتريش قوي في الكريم علشان لما تيجي تحطي الفاونديشن والباودر برضو يبقى مناسب، ما يبقاش مدهن شوية او مديكي لوك الزيتي شوية مع الفاونديشن، فتبتدي تحطي عليه الباودر علشان تطفي اللمعة دي اللي بتبقى موجودة مع الفاونديشن. بعد كده بتبتدي برضو تحطي الباودر على الوش كله، وما تنسيش كمان الكونسيلر تحت العين علشان برضو الهالات السوداء دي برضو بتقرق بنات كتير، وفي الاخر بتحطي البلاشر او الكونتور علشان تقدري تخلي لون البشرة كله زي بعض وما يبقاش فيه حتة لون ولون. كل يوم معلومة جديدة مع موقع صدى البلد، كنت معاكم نانيس سليم.